Thank you for introducing me. مستمتع جدا هنا في مصر. إنه هو بقاله تقريبا 10 أيام هنا في مصر، فهو مستمتع جدا، وإنه هو البطولة هو مستمتع بالفرق عشان هم أحسن فرق هنا في أفريقيا. Definitely we want to take the championship. لسه مش عارف مين ممكن ياخدوا البطولة ومين مش عارف مين ممكن يكون مؤهل. So far they are playing well. فرقته لغاية دلوقتي بتلعب حلو، وإن الفرق كلها بتلعب حلو، وإن هما لسه بينافسوا، فهما بيحاولوا ينافسوا معاه. It's my first time to be in Egypt, but I. هما أول مرة يجي هنا مصر، وإن الدنيا حلوة هنا. أول مرة الأوتيلي يشوفه وهو مش عنده مشاكل خالص. We are looking forward to go to the. نفسه يروح الأهرامات لأن هو سمع كتير عنها ونفسه يروحها. Yeah, about Zimbabwe. Zimbabwe is impressive. مدينة كويسة جميلة زي هنا في مصر، والناس هناك كويسة. Zimbabwe we've got. Zimbabwe يعني فيها البيك فار وفيكتوريا فوز وحاجات كتير ممكن نزورها هناك. Thank you for working. رحب برضو بيكو، وان هم عملوا احسن ما عندهم، فان هم لغاية دلوقتي بيتمنوا يعني ان هم يروحوا للفاينلز. They are good teams here. مستمتعين بالبطولة، وان هم حابين ان هم يروحوا للفاينلز عشان هي اول مرة يروحوا لبطولة كبيرة زي دي. I wish to visit the pyramid area. هما أول مرة هنا في مصر، فهما نفسهم يروحوا الأهرامات، دي سمعوا عنها كتير، ونفسها تروح البحر الأحمر. Chicken, we always eat chicken even. مش عارفة الأسماء هنا في مصر لسه بتاعت الأكل، بس هي عجبها كل الأكل المصري، وإن هو التشيكن زي هنا زي هناك، هي بياكلوها هناك زي ما بياكلوها. Our country is more traditional. هناك في زيمبابوي هنستمتع هناك لو رحنا كمصريين، لأن الأكل عندهم التراديشن اللي هو الشعبي اللوكل، سوري اللوكل اللي هو الشعبي، الأكل الشعبي هناك منتشر عندهم، وهو أكلهم حلو هناك. For now شايفة إن هم بيلعبوا كويس، هم بيجهزوا نفسهم للأحسن عشان يفوزوا، وإن هم مستنيين بيحضروا للأحسن والأحسن. فرق كلها ليها القوة بتاعتها وضعفها، فهم بيحاولوا يلعبوا على ضعفهم، هم إن هم يحسنوا عشان ما يبقاش في نقط ضعف. هم لغاية دلوقتي كسبوا ماتش وخسروا ماتش، فهم بيحاولوا يتأهلوا للدور اللي بعده. I choose volleyball. حبت الفولي بول لأن هي بتعرف تلعب فولي بول كويس، لكن هي كمان عندها هواية إن هي تلعب كرة قدم وكرة سلة. I visit any other places I've liked. عايزة تروح النيل وعايزة تروح الأهرامات. Thank you for welcoming me here. And تشكر الناس إن هي رحبتهم هنا في مصر، وشكرا للجميع. My team is a hard-working team. هي فريقها قوي عشان يفوزوا بالبطولة، وهما بيحاولوا بده. Everything is perfectly organized. البطولة منظمة كويس قوي لغاية دلوقتي، الناس اللي بتشتغل فيها بينظموها كويس قوي. I just want if بتشكر الناس كلها وبتشكر فرقتها خاصة، بتقول لهم اشتغلوا أحسن عشان ياخدوا البطولة، وبتشكر البنات بتوع النادي عندهم هناك. In Egypt, Cairo for this afternoon Cup championships. استمتعوا هنا جدا بمصر وعلى البطولة، إن هم بيحاولوا يعملوا أقصى ما في جهدهم عشان يوصلوا للنهائيات عامة، وإن هم ادوا كل حاجة للعيبة، الإفورتس كلها اللي هي الخدمات كلها تقريبا، عشان يحاولوا يوصلوا لليفل أحسن. For now, I can say anything is possible. هما لغاية دلوقتي البنات لعبوا كويس، فا ممكن يوصلوا دور تاني عشان هما بيعملوا أقصى ما عندهم.